كده طب بعد كده نروح بقى الفنانة المسرحية منصورة من سمية. أشهر مسرحيات العيد وهي ريا وسكينة. اللي أنا أعرفه يا جماعة المسرحية دي لها قصص كتير وحواديت كتير. أولا عايزاكم تكلموني تقولوا لي إيه مسرحيتكم المفضلة وهتشوفوا إيه على شاهد في العيد ده. كل المسرحيات اللي بنتكلم عليها هتلاقوها على شاهد ببلاش. بالنسبة لريا وسكينة بقى عندي سؤالين، أولا إيه قصة الفنانة شويكار؟ ثانيا كان في خناقه كبيره شهيره بين شاديه وعبد المنعم مدبولي الله يرحمهم مع حمدي احمد. ايوه، وجي مكانه احمد بدير. بالظبط، هي كانت المسرحيه يعني اتولدت ازاي؟ يعني كانت الفنانه شويكار والفنانه سهير البابلي كانوا موجودين في يعني تجمع فني او كده، وبعدين الاستاذ الكبير المنتج الكبير سمير خفاجه شافهم وهم قاعدين بيهزروا وفي بينهم كيمياء كبيره. احنا فنانين الزمن الجميل دول كان فيهم بينهم علاقات حلوه جدا، يعني هي دي اللي بتطلع بتخلي المذاق والعمل بيعيش، لان هم عندهم كيمياء، مفيش غل، مفيش حقد، ما بتشوفه بيمثل بصدق. فهو لما شافهم بيهزروا بيتكلموا فقال لهم انتوا واقفين كده عاملين زي رايا وسكينه، فهم بيضحكوا قالوا له طيب ايه رايك بقى ما تنتج لنا حاجه نعملها. عن رايا وسكينه. فكان المفروض ان هيعمل فعلا، دور على ان يعمل معالجه كوميديه لروايه رايا وسكينه، وكان مرشح الاولين طبعا فيها كانت الفنانه شويكار والفنانه سهير البابلي اللي كانوا واقفين بيهزروا، اللي كانوا واتعملت المسرحيه. وبعدين الفنانه سهير البابلي كانت مرتبطه ارتباطات كتيره بعدد من المسلسلات والاعمال خارج مصر، فتعرضت المسرحيه على الفنانه شاديه. الفنانه شاديه طبعا ما كانتش وقفت على المسرح قبل كده، وكانت هيبه يعني، شوف رغم قدراتها الفنيه الكبيره والغنائيه والتمثيليه وكده، لكن الوقوف على المسرح كل يوم قدام جمهور صح بشكل مباشر واللي اقنعها حسين كمال الله يرحمه. فهي بس شافت ان المخرج حسين كمال، المنتج سمير خفاجه، اللي عامل الالحان بليغ حمدي، أسماء. يعني التركيبه فرصه ما تروحش كبيره جدا، فهي وافقت. فكان المفروض ان هيتعمل كله كان معتمد على النجوميه طبعا الفنانه شاديه واحده بس، هي كده كانت بدل سهير البابلي. حصل بعد ايه بعد شويه؟ الفنانه شويكار اعتذرت، يبدو ان هي كانت الاستاذ فؤاد المهندس كان في حاجه معاه يعني هيعملوها، او ان هو قال لها يعني ممكن ما يعني المسرحيه يعني تشككت ان هي ممكن تقدر تعمل العمل ولا لا، واعتذرت عنه من قبل ما تبداوا. من قبل ما تبدا. فسهير البابلي اللي كانت هتعتذر رجعت وبقت المسرحيه دويتو بينها وبين شادي، دويتو العظيم بينها وبين الفنانه شادي. طب ايه قصه بقى الخناقه مع حمدي؟ ونجحت نجاح كبير جدا. كان وقتها الفنان حمدي احمد، انا يعني ليه لقاءات بيتكلم فيها، بيقول ان هو كان في ارتجال من الفنان عبد المنعم مدبولي، هو برضه كان ليه مدرسه في الارتجال، هو كان بيقوم بدور الفنان احمد بدير اللي ما يعرفش قبليه. ايوه بالظبط، كان هو يعني الممثل الاول اللي عمل دور عبد العال. عبد العال عبد العال كان في ارتجال وكده. وبعدين هو بيقول انا يعني ما حبيتش انه يبقى في ارتجال، لازم انا يبقى يعني يبقى في كيمياء، يبقى في هو محضر، يبقى في، فما حبش المساله دي. فحصل كان مين اللي اكتر حد بيرتجل يعني؟ لا هو كان الفنان طبعا، اي فنان على المسرح ممكن بيبقى عنده قدره يرتجل، بس مثلا يعني الفنان عبد المنعم مدبولي كان بيقول ما كناش بنرتجل قدام الفنانه شاديه، عشان طبعا دي كانت اول تجربه مسرحيه، وهي مش عايزين بقى طبعا اصل الارتجال كانت بتقع. لكن اللي كانت بيرتجل كان ممكن حصل بعد كده الارتجال بين الفنانه سهير البابلي، الاستاذ عبد المنعم مدبولي، الاستاذ احمد بدير، فهو اعتذر عن المسرحيه للفنان حمدي. ما قدرش ما حبش يكمل، وحصل خلاف بينهم على مساله الارتجال. اصل فعلا الارتجال لو دي. يعني ما هو الارتجال ده افيهات رايحه جايه، فلو مش على نفس المستوى العمل. بس لو مش على نفس المستوى او ما فيش كيمياء، مش فاهم يعني يعني مفيش زي ما انا اقول الافيه كده الشاف ما بيفهموش ويسكت بتاع بيبوظ لي الافيه. من قال لك اللي ما بيفهمش؟ بيبوظ لي الافيهات دايما يا مدام. مش عارفه حد قال لك الافيه مش على نفس المستوى من الارتجال. خد بالك انا هستبدلك قريب يعني، صحصح معايا كده يعني، عمال اكلك كل يوم وتستبدليني. بهزر يا شيخ، انت على عيني وراسي، ده انا بحب انكشك كده. ربنا يخليك. فحصل بقى ان اعتذر الفنان حمدي احمد، وكان بقى الفنان احمد بدير يعني جه للمسرحيه، اترشح، كان مترشح على فكره قبله بعد حمدي احمد الفنان حسين الشربيني، لكنه وقتها برضه كان مرتبط بعده ارتباطات، فجه كان حظ الفنان احمد بدير، وكان حظنا ان احنا نشوف يعني الجمال ده على الواتساب، وتحصل دويتوهات ويتحصل مشاهد ارتجاليه، يعني مثلا لما تشوفي المشهد بتاع الاكل
ده مشهد مرتجل وكلني. يعني يعني هو بيقول كنت جاي من السفر جعان جدا وناكل بايه، وما كانش كان المشهد ما كانش مكتوب كده، يعني جاي من السفر جعان فابتدى ياكل بالطريقه دي. فشوف بقى الفنانه سهير البابلي يعني ارتجلت انه يعني قالت له بقى ان ده مش تمثيل وان انت ده بجد وبتاع. ده كان من احلى افيهات من احلى افيهات المسرحيه. ففي حاجات كتير كده بتحصل. نشكرك استاذه زينب عبد الله، نورتينا وشرفتينا.